أدانت مصر الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية. وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنهم من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين. وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمات معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر وشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.